السلام عليكم، أهلا بكم في درس الملاكمة. أريد اليوم أن أتكلم عن واحد تعليق وجدته في فيديو مايك تايسون الذي أرسلته اليوتيوب. واحد يقول أن هذا ولكن هذا الوقف لا ينفع في ضرب الشارع. يعني أول شيء ما أريد أن أقول أن الملاكم عادة لا يبحث عن مشاكل في الشارع، والملاكم عادة هو يعرف طاقته، هو يعرف قوته، وهو يعرف ماذا يستطيع، و هو لا يبحث عن مشاكل ولكن ممكن أحياناً يحصل ويدخل في مشاكل. ولكن الذي يبحث عن مشاكل هو الذي يريد ممكن أن يري للآخر، ويريد أن يعني يري لنفسه ما هو، ويريد أن يرى كيف قوته، ويريد أن يرى يعني ماذا يستطيع، من يستطيع أن يضرب، أو هو يعني أي أسباب لا. ولكن الملاكم مثل قلت لكم هو عادة لا يبحث عن مشاكل، هو هادي، يخرج طاقته في التمرين. طيب الآن السؤال، هل هذا الوقف ماذا يعمل مايك تايسون وعمل مايك تايسون، هل ينفع في الشارع؟ ويعني ممكن أن أقول نعم، لا ينفع في الشارع. الملاكم هو لا يقف هكذا في الشارع وينتظر حتى الآخر يضرب، أو يعني لا، لو يحصل مشاكل أنتم ممكن أن ترون في يوتيوب أن الملاكم يعني لا ينتظر كثير، ولكن سوف يستعمل الضرب، ولا يعمل يعني لا ينتظر حتى الآخر يضربه وينتظر ويعمل دفاعه ويخرج للخلف وهكذا. لا، في الشارع يختلف، أن عادة الضرب الشارع ممكن 10 ثانية أو 20 ثانية وانتهى. إذن هو يخرج كل الطاقة، الملاكم يخرج كل الطاقة في هذه 20 ثانية، ولا يعمل كثير دفاع ولا يرجع إلى الخلف. يعني عادة الملاكم في الشارع يتقدم ويضرب بالضربات قصيرة وسريع. ولكن ممكن أن نقول أن الملاكم يعني قبل ما الضرب يعني يبدأ أنه هو ينتبه ويأخذ مسافة، يعني يأخذ مسافة ويقف مع الرجل اليسار، لو هو أيمن يقف مع اليسار الأول طبعا، وينتبه ويأخذ مسافة أولا قبل ما الضرب يعني يبدأ، يعني لا يتقرب كثير طبعا، لأن هو لا يعرف يعني الآخر ممكن أن يعني يمسكه، ولكن طبعا هو لا يعني يطلع يده للدفاع ويعمل هكذا وينتظر. لا، هو ينتظر يعني هكذا عادي، ويعني عادة لو الآخر يبدأ وهو يعني لا يعرف ملاكمة وهو يضرب مثل يضربون في الشارع، الآخر يبدأ ويعطي إشارة، وهو يعطي إشارة وممكن يأخذ هكذا مثل في الشارع ترون أنه هو يضرب ويأخذ هكذا. طبعا في هذا الحال الملاكم عادة يضرب قصير وبسرعة، ضرباته يكون قصير بام ها قصير وبسرعه، ليس هكذا يعني. ولهذا الملاكم هو يستطيع ان يضرب ممكن 3-4 ضربات قبل الاخر اصلا يعني ياخذ ضربه واحده. وايضا حتى ولو الاخر يستطيع ان يصل ضربه الى الملاكم، لكن عاده الملاكم ياخذ كثير ضربات في التمرين وتعود على الضربات على رأسه، يعني هي عنده خبرة أن يأخذ ضربات، إذن يعني يتحمل كثير، يعني يتحمل ضربات أكثر. ولكن مثل قلت لكم ضرباته قصير وعنده خبرة أن يأخذ ضربات إلى الرأس ويتحمل أكثر من الإنسان الذي لم يعمل ملاكمة من قبل. لأن ممكن أن تتخيلوا أن الملاكم يعني ممكن يعمل 3-4-5 مرات في أسبوع تمرين في الجيم، وفي هذا التمرين يعني يعمل ممكن نقول سبارينج، يعمل سبارينج كثير، ممكن في هذا التمرين ما يعمل 3 مرات في أسبوع سبارينج. وهذا يعني تتخيلوا يعني في هذا السبارينج ياخذ كثير ضربات ويضرب طبعا، وياخذ ضربات واحيانا ضربات قويه. وفي هذا يعني كل من عمل ملاكمه يعرف ان يعني ان الضرب في البدايه لما بدا الملاكمه كان يؤلم، ولكن بعد الوقت بعد الشهر شهرين ويعمل كثير تمرين وفي ضربات كثير يحصل، يعني ياخذ الضربات يعني لا اقول بسهوله بس اسهل مما اخذها في البدايه. واذا يعني وايضا
أيضا يستطيع أن يرى مع الوقت، يتعود أن يرى من أين يأتي الضرب وما هو الحركة هذا الخصم ويتعود. إذن الملاكم عنده كثير ميزات، كثير ميزات من الذي لم يعمل ملاكمة، وحتى ولو يعني عنده خبرة في الشارع، ولكن يعني تتخيلوا أن الملاكم يعمل 3 أو 4 مرات في أسبوع تمارين وضربات ضد الخصم، وهذا يعني ما في مقارنة من أي أحد يعني الذي يعمل ضربات في الشارع ضد أحد عادي. وفي الأخير أريد أن أقول لكم أن طبعا يعني أريد أن أقول أن الملاكمة أيضا يغير أسلوبه، أسلوب الملاكم أنه هو يكون أكثر هادي ولا يتعصب بسرعة، ويعني يخرج طاقة في الجيم، وهذا يغير النفس وأسلوبه.